تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما السادة الأفاتارات في كل مكان. مرحبا بكم يا أخي عبر هذا البث المباشر الآن. طيب نابليون، أوه مرحبا بك يا أخو التعليق. مرحبا بك كثير. طيب مرحبا بكم كثير، كل الناس اللي بدأت الآن. طيب نابليون بيقول منور، أنار الله كل حياتك نابليون. النيل محمد الركاب يقول نظارة. طيب تمام، والله يا ريت لو الناس من هسي تنسى موضوع النظارة ده وتخلينا نخش في اللايف. طيب بيقول هلا بك يا ابو حميد، اهلا استاذ حسن مرحب بك. الهادي بيطلق علامه الحب، شكرا كثير. اسامه بيقول شير وبس، تسلم يا اسامه. مرحب بكل الشباب المعانا عبر هذا البث المباشر. طيب معانا عدد، مرحب بدر الدين بيقول حبيبنا الراكز الله يحييك. محمود بيقول سلام يا رائع الله يحييك يا اخي. اسامه بيقول حبيبنا، تسلم يا صديقي. الهادي بيقول عليكم السلام ورحمه الله الراكز الله يخليك يا اخي. ده بيقول اللي هو تحيه الثوره، تسلم يا جميل. ادم بيقول نحبك البته، والله يا اخي احبكم اكثر ايضا، شكرا لك. بيقول قدام يا راكز، تسلم. خلاص شكرا لك يا احمد. بدر الدين سعيد بيقول تعلينا من جوا نحن وراك يا افاتار. وده بقول يا احمد السلام عليك، وده بقول مرحبا بك، وده بقول حبيبنا للامام وفقك الله. على اي حال مرحبا بكل الشباب الافاتارات الاكارم ونحن عبر هذا البث المباشر. شكرا لكل من يقول كلمه خير في حقنا، وشكرا لكل من يشتم أو يسيء، ولكن في النهاية يبقى مضمون الرسالة ويبقى القائد الحقيقي هو الذي لا يهتز للذوابع والعواصف من حوله. أنا بدعو من هنا كل النشطاء الإسفيريين والأرضيين وكلهم، بدعوهم من هنا بأنه كثير منكم عارف الحقيقة الآن في المجلس العسكري، وعارف الحقيقة الآن في الحرية والتغيير، فياريت تبينوا للناس الغلط. كثير من النشطاء المستقلين زي أنا بتكلم ما تابعين لحزب، ما النشطاء المنظمين سياسيا، خلاص المستقلين، ياريت الناس تطلع تقول رأيها بوضوح. ويا شباب ما تخافوا من الردم، الردم ده مرحلة مهما كان، مرحلة بتعبرها خلاص، لازم تكون راكز فيها، لازم تكون ثابت فيها، لازم تثبت على مبدأك. خلاص الفترات الزي دي فترات اختبار خلاص لإرادتك الداخلية، وفترات بتاع التمحيص خلاص. مهما تحاول الآن إنه يشوه صورتك أو إنه يهزوك أو إنه يضعفوك، ده يا دوب استفزك داخليا، المفترض استفزك داخليا عشان يديك دفعة حقيقية خلاص للأمام، دفعة حقيقية للأمام. كويس، وما في زول قال رأيه قبل اليوم ما تهاجم خلاص. في ناس بيقول لي يا احمد الضي انت عملتها واضحه شديد، يا احمد الضي انت يا اخي ليه التوقيت داك بالذات وليه ظهرت تلفزيون السودان؟ بقول له بقول له حاجه مهمه جدا، والله والله الهجمات علي ما عشان التلفزيون ولا عشان انه يا اخي اتكلمت في الوقت داك، ولا لو كان الوقت داك ولا هسي ولا بدايه هسي، كله كان واحد خلاص، كله كان واحد حيكون. لكن المشكله الحقيقيه في انه انا قلت رايي خلاص، والداير يشوف كلامي ده كذب خلاص، الشايف انه لا الهجوم ده عشان ظهرت في تلفزيون السودان، لا دي كل حاجات ساقوا بها الناس ساكت. لكن الهجمة الحقيقية كيف تتجرأ تقول رأيك في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بس تكون ماشي في خط تردم المجلس؟ يا أخي المجلس قاعد أردم فيه يا أخي من 200 يا أخي خلاص، المجلس بردم وهسه بيغلط قاعد أردم فيه، لكن لا تكون ماشي في خطه هو تماما، مشيت خطوة خلاص يحرض فيك للردم. كانت سهلت وضعفت في الكلام ده خلاص في الوقت ده، تأكد تماما انه نجح في انه يمسحك، ما في اي حاجة، بالعكس المفترض تشعل الجزوة الداخلية بتاعتك بقوة وتخليك يا دوب تصر على توصيل الحقائق. بيجي وقت كثير من الناس اللي بتهاجمك بيجي وقت ضميره بيصحى، في ناس منهم بتأسفوا على الحاجة، كثير من الناس خلاص نحن هسه في ناس بيهاجموا فينا، والله العظيم نفس الناس في يوم من الايام كان بيهاجموا فينا بيقول لنا انتم ما عندكم موضوع لما نتكلم عن البشير. كويس، وجزء منهم برضه كان خلاص قال الصامتون زمان العبوديه هم الاكثر ضجيجا وقت الحريه. خلاص الناس تلقاهم صمتوا زمان ايام البشير،
نعم يا زول، يسقط البشير يقول لك شفت ديل خلاص، الغالبية الآن عامل نفسه بطل قومي، الغالبية الغالبة من ديل الآن عامل نفسه بطل قومي خلاص، ليه؟ عشان يخفي الضعف السابق. لا لا لا، بالعكس كمان، بالعكس خلاص، المفترض الناس تزيد. على أي حال نحترم كل وجهات النظر خلاص، وكل الاختلافات، وكل حاجة في الدنيا دي فيها اختلاف، ما في حاجة في الدنيا دي مجمع عليها، لكن خلاص الاختلاف اللي بيكون باحترام، الاختلاف اللي بيخلي الزول يجي يطرح لك وجهة نظره بحاجة، لو أنت غلطان تقومك، أما أساليب الشتيمة والإساءة والتخوين والتجريح ريح وحاول يجرحك ولا يحاول يكسرك داخليا وشنو، دي كلها مكان البلوك يعني، ما بتأثر. لو كانت بتضعف لكان خلت الواحد الآن ما قادر يهتم بلايف، والله مرات يعملوا عليك حملة في الفيس بتاعت ريديم، والله الزول اللي بيشوفه يقول الزول ده ما قادر يمرق الشارع، اللي بيشوفه يقول والله الزول ده ما قادر يعيش خلاص، تجي نازل الشارع الأمر يختلف البتة، كويس يختلف البتة. فعشان كده أنا بقول الناس، أنا امبارح اتكلمت، أول امبارح عن العقل الجمعي، اتكلمت عن إنه غالبية الحاجات دي بيسوقوها ناس معينين، بيخلوا الناس تتلهي بيها وبركزوا في حاجات تانية. كويس، انا اتوقع الايام الجايه دي غايته او الساعات الجايه دي هتكسر، ممكن شفت الصور اللي تخلي الناس تقعد تبقي التركيزه، ما عارف صوره دي لابسه توب وصوره ديك لابسه جلباب خلاص. اتوقع الفتره الجايه تكون فيها كثير من الحاجات اللي ما منها فايده، اتوقع. المرات اللي فاتت كانت من الدجاج الالكتروني، المره دي هتكون من الدجاج بتاع قحط ذاته. ليه؟ عشان يشغلوا بيها الناس عن اخطائهم الان اللي بدت، عشان يشغلوا بيها الناس عن كيف تسربت الوثيقه بتاعت يوم امبارح، حتى يضطر الاستاذ محمد ضياء من حزب البعث العربي الاشتراكي انه يكتب منشور على صفحته في الفيسبوك ويوضح، يقول انه تسربت الوثيقه بدون علمي وده انا الكاتبه، لكن رغم ده بتحمل المسؤوليه. هي كلمه بتحمل المسؤوليه جميله جدا، وبتدل على انه ايضا ما خاف من الرد مواجه، عشان كده انا بقول لك الغايد ما يخاف، يواجه 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 بقوه خلاص، في النهايه صر على هدفك. فكانت محمد ضياء له باع طويل جدا في العمل السياسي وكده. فالمهم، ولكن تسريب الوثيقه كان ادى يعني معاني ثانيه، كان هناك كثير من الناس اللي الان بيعتبروه جث، او بيعتبروه جس بتاع نبض الان خلاص في الشارع العام، يشوفوا هل الشارع قبل الكلام ده ولا ما قبل. يعني زمان كان مثلا الكيزان بيسربوا لك وثيقه بيقصدوها خلاص، اللي هي فيها مثلا الامضاء على زياده الرغيف خلاص، يلا انت بعد شويه قاعد خلاص بتتكلم عن الموضوع ده، بكره بتلقى تاني خبر زيه بعد بكره، ده بهيئ الراي العام وبجس الراي العام، هل حيطلع مظاهرات ولا حيقبل ولا كده. الكلام ده برضه الليله جسوا بيه ولجان الاحياء، في ناس اعتبروا كده انه جزء يعني تجسد لجان الاحياء في الكلام ده، هل حتقبل ولا لا، والشارع العام ده تقبله للموضوع ده وكده. اعذرني واسمح لي استاذ محمد ضياء، خلاص يا اخي انتوا وعدتوا الشعب ده، عاهدتوه عهدا يوثق عهده زي ما قال، خلاص قلتوا ان احنا والله العظيم ما حنترشح خلاص، قلتوا ان احنا حتكون المناصب دي كفاءات مستقله، لما جيتوا للوثيقه قمتوا لويتوا عنق الحقيقه، قمتوا لويتوا عنق الحقيقه بانكم قمتوا يا اخي جيبها مالك كويس، قمت لويت عنق الحقيقه واللغه بانكم حورتوا كلمه مستقلين، خطيتوا فيها تنظيم الشراكات الحزبيه. الدليل على كلامي ده الوثيقه اللي رفعت خلاص لحمدوك خلاص، رفعت كويس، اكثر من 45 نفر فيها هم محزبين سياسيا، لانه في قبل شويه اتلحقت كلها بقت 62 اللي اترفعوا كمرشحين، منهم اكثر من 45 منظمين سياسيا خلاص. هل ده العهد اللي عاهدتوا عليه والشعب انكم كفاءات مستقله؟ ليه الان لما جات الحكومه ابعدتوا؟ طيب انتوا وقت بتحاصصوها كاحزاب وبتتقالعوا بيناتكم كاحزاب وبتتشاكلوا فيها كاحزاب ومستعدين طيب تخدعوا الشعب السوداني خلاص، تقولوا قال ما 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 بعد بعدين بنعرف نغشهم باي طريقه، ليها الف حلال ان شاء الله وكده خلاص. انتوا قلتوا الكلام ده، قلتوا كفاءات مستقله خلاص، الكفاءات المستقله السودان ده ما بيفهموا فيه الا ناس الاحزاب، هل الا الناس المحزبين سياسيا؟ في كم نفر الان يمكن ترشيحهم وهم مستقلين كويس؟ ونمرة اثنين، ليه ما ادين نفسكم انتوا القادة السياسيين الاولوية من المستقلين؟ انا بقول الكلام ده تاني، لانه الكلام ده قام خلى انه الشارع يكون هو اللي خدم، الكلام ده انتباه زمن الغفلة، خلاص؟ الكلام ده انتباه زمن الغفلة، انه كده الشارع هو اللي خدم خط الاحزاب، والشارع ده لما مرق خلاص ما مرق. انا شخصيا اول يوم طلعت في الثورة خلاص، في الثورة يعني كقائد لمظاهرة، كانت دي في صالحة يوم 14 ديسمبر. كويس، انا لما مرقت ما مرقت عشان الاحزاب،
ولا مرقت عشان يجيني قائد حزبي، انا مرقت عشان في النهايه الوطن يجي منه زول مستقل خلاص. ودي اللي بسببها لاحقا اعتقلنا وحصل لنا الاعتقال الثالث والرابع، عانينا معاهم كثير جدا في الاعتقالات كان كويس. فبالتالي النقطه دايرين نوضحها بانه الكفاءات المستقله خلاص هي الان في المرحله، اذا عندكم احزاب سياسيه دايرينها تترشح إيه ارجع للشعب السوداني. انتوا قلتوا للشعب السوداني نحن دايرينها كفاءات مستقله خلاص، الان جيتوا ما اعتذرتوا للشعب، والشعب ذاته عشان يعرف كلامكم صح ولا كلامكم غلط انتوا بتمرروا ناسكم الان احزابكم السياسيه كوادركم الدايرين تجيبوهم للمناصب قاعدين تمرروهم لناس قاصدين في الجروبات عشان يجي يقولوا للبنات عينه ده حلو وده شنو خلاص. والكلام ده فيه استغفال واستحمار لشعب السودان، الكلام ده فيه استهتار بكرامة المواطن السوداني، الكلام ده غلط من أساسه. كيف إنك أنت الشعب ده خلاص أنت بتقول إنك مفوض باسمه ما تيجي تكلمه كلام واضح، ما تيجي تقول له يا أخي نحن دايرين نعدل، أنت رأيك شنو يا شعب السودان؟ الكلام ده يمكن في استفتاء، ما تقعد تقول لي قال البلد كلها كيزان وكده من الصعوبة ومن الشنو من الشنو. أنت واثق من جمهورك، خلي الناس دي خلاص ترفع راسها، خلي الشعب السوداني ده كله يقول لا دايرين أحزاب ولا ما دايرين أحزاب، خلاص الشعب السوداني كله يتشارك في التقرير بتاع مصير الدولة ومصير الوطن، مش ثلة ثلة من الرجال ثلاثة أربعة بيتفقوا على حاجة. الحاجة الطامة الثانية بإنه 20 او بانه انت في مقاعد المراه ما 50% دي معروفه طبعا وهم ذاتهم قالوها، لكن في الاوراق اللي اترفعت قلت نسبه المراه لاقل من 36 خلاص، كانت 40 مقعد قلت او 40% بقت 36 وفي روايه اقل ذلك. ومتوقع بعد التمحيص والتنقيب من عبد الله حمدوك خلاص، من عبد الله حمدوك بعد ما وقع الكلام ده كله او بعد ما جيب له خلاص انه تقل النسبه لقريب ال 20%، انه تقل النسبه لقريب ال 20%. فبالتالي المراه جزء فاعل من المجتمع ونصف المجتمع خلاص، ايضا ما من حقكم تنقصوا، لان كده العقليه الذكوريه ذات الان هي بتعمل بشكل واضح، خصوصا انكم ما مرقتوا ووضحتوا للناس ولا استشرتوهم ذاتهم خلاص، مع انكم خاتين انه المراه تجيبوها لازم تكون منظمه سياسيا كويس. الكلام ده الخطوره بتاعته على الشباب شنو؟ الكلام ده الخطوره بتاعته انه معناها الاحزاب تحكم والشباب ما يصنع نفسه ليهم الدين، يكون تابع الشباب المستقل يكون تابع خلاص. يعني ايه تعرف كيف تأثر على الزول المستقل؟ تخليه يتبع تنظيمات خلاص. الشباب اللي بينفذ الكلام ده جزء منهم كثير قاعدين يقولوا لهم انت، يقول لك فلان ده مغفل نافع، يعني مثلا يخلوا يوجهوا جروباتهم، مثلا احيانا يكون في جروب في الواتساب فيه 100 نفر خلاص، كيف يتم توجيه ال 100 ديل او ال 200 او كيف يوجهوا 2000 من جروب واحد مثلا على لايف واحد ولا على صفحه ولا على موضوع معين، كيف ديل انهم يتهاجموا خلاص. الحاجه دي اتصنعت في الفتره اللي فاتت بشكل كبير، كان بيصنعها الجداد الالكتروني فتره طويله، والاعلام الالكتروني لانه هو مؤثر ولانه الاسفير مؤثر ولانه اي ناشط فيه قد يكون مؤثر، فبالتالي كان في متابعه لاي كلمه بتتقال، اي زول قال غير الخط اللي انتم دايرينه او قال بس حاجه كده ما عجبتكم بلغوا على الصفحه بتاعته او قوموا حذروه او قعدوا، يعني اساليب كثيره جدا، اذا ما لقيتوا انشروا ضده 1 2 3 4 5 6 7 كويس. الكلام ده حصل يا زول في روسيا او في امريكا، الانتخابات الامريكيه ظهر حساب على تويتر خلاص، ظهر حساب على تويتر، الحساب ده قام بيجي شنو يقبل انه ترامب هو اللي يفوز بالرئاسه، وانه يا اخي والله انا بالنسبه لي كان هو ترامب بالنسبه لي افضل، لانه يا اخي كان انجيلا ميركل دي قاعده تدعم لنا مشروع الاخوان في المنطقه، وكان وكان نفس الفكره الاوبامي اللي كان موجود على اي حال. كان الكلام في انه يا اخي ترامب ده افضل وبقدم امريكا اقتصاديا وبيحارب الارهاب وترامب وترامب. الحساب في تويتر في فتره بقى مليون 2 مليون فجاه، وبقت الاعداد فيه تزيد بشكل، في النهايه قالوا الحساب ده طلع للرئيس الروسي ذاته خلاص، قالوا طلع هسه في حسابات تجي واحد يعمل لك حساب مثلا خلاص يدبلج الصوت ولا يسوي كده ولا يتكلم خلاص. الحساب بتاعه ده ممكن يكون ده حساب صلاح جوج ذاته، يعني خلاص اي حساب ما مر انت ما قادر تحدده خلاص، زي حساب واحده تسمي نفيسه ناش طمنه خلاص، تقعد تنشر وتشتم وتسوي، تلقى في النهايه حساب رجل لكن مدير كده. الجروبات اتدارت بالفهم ده خلاص، واتحركت في حاجه اسمها التاثير النفسي،
خلاص يعني الليله اللغه اللي بتبتذل هنا في السودان نفس اللغه اللي قاعد تبتذل في الشام هناك في بلاد الهلال الخصيب. يعني مثلا ليه لو مسكنا سوريا خلاص لما يجوا ناس يتكلموا يقولوا بشار الاسد اخطا في 1 2 3، الردود اللي بتجي نحن مع القياده الوطنيه للبلد، نحن مع بشار الاسد كده خلاص، وهم كده قاعدين يخدموا في بشار خلاص ومفتكرين نفسهم بيدافعوا عن الوطن. طبعا في جزء بيكون عارف نفسه انه، لكن اللي هي برمجه عقول الناس باشياء لمصلحتك انت الشخصيه، والكلام ده كارثه يا جماعه خلاص، الكلام ده كارثه 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 خلاص. يلا يا محمد جلال خلاص المفترض تكون اوعى من كده، كاك كاك ما بتتقال لنا خلاص، ما بتتقال لنا لانه الحمد لله دق دقينا واعتقال اعتقلنا، ما في حاجه فصل من شغلي فصلته 500 ألف مرة خلاص، ما في مضايقة وتهديد للأسرة ما حصل لنا، ما في شنو ما بعرف ليك ما حصل لنا، عشان كده ما بتقدر تزايد علينا في النضال. وأخشى إنه وقتنا اللي كنا بنقول نمرق الشارع كنت بتقول لنا ما عندكم موضوع خلاص. يلا هكذا تتم صناعة الأوهام، والله دي مشكلة كبيرة جدا خلاص. فأنا تاني برجع كويس بقول انه الموضوع اللي كان حاصل خلاص، الموضوع اللي حصل في سوريا حصل في دول قامت نقل حرفيا مباشره لوين؟ لباقي الدول. يلا انشاء الجداد الالكتروني اللي هو برمجه مجموعه من الناس على كلمه واحده، نحن مع الحريه تغير، تجمع من يمثلني. اي نعم هي قد تكون في حاجات صح لكن ما في كل الحاجات صح، ما هو كلام رب العالمين الانزل من السماء، في ناس مختلفين في تفسيره لغايه يوم الليله، ما في حاجه بتمشي صح 100%، قد تكون تجمع الجنين قد يكون صح في 80% 20% خطا، المشكله الناس تتكلم فيها، قد تكون الحريه والتغيير صح 70% و30% غلط، خلاص رغم ان النسبه دي انا بالغت فيها البته، لكن على اي حال، المشكله وين؟ انه الناس تتناقش، اول حاجه عدو للثوره صنع هو التخوين. ودي لانه لقوا الكثير ما واعي بالسياسه خلاص، التخوين انه كيف يقدروا يخلوا الناس يشككوا في بعض ويخونوا وفي النهايه الفائز الاحزاب السياسيه وقاده الاحزاب السياسيه والناس اللي كانوا بيستخدموا امس للردم خلاص الان اقنعوا منهم، الناس اللي بيقولوا لهم شردموا فلان ونبذوا فلان وكده يسالوا نفسهم قبل ما تستخدموا في انكم تردموا او تقولوا صح او تقولوا غلط او تقولوا كده، اسالوا نفسكم هل انتم قاعدين يشاوروكم كشباب مستقل مرق الثورة وضحى بدمه وضحى بمستقبله وكسر كلمة أمه وأبوه اللي بتبكي وبتقول ليه ما تطلع الشارع، ما تطلع الشارع بعد ده طلع وقال كلمة الحق خلاص، هل أنتوا كده قاعدين يشاوروكم؟ ما في زول قاعد يتشاور. طيب أنا كشعبي ما بتشاور خلاص، ما بتشاور ولا بتاخد رأيي في حاجة، أمشي أتبع سايله لو كان صح لكان هنا. فبالتالي الناس تصنع نفسها كقادة ما كتبع، لازم نحن نعرف الحاجة دي. العنوان بتاع اللايف يا جماعة واضح، أنا كتبت فيه لماذا كردفان خلاص، النقطة دي مهمة جدا والنقطة دي إن شاء الله نتكلم فيها بشكل مستفيض نوعا ما. طيب الآن لو لاحظتوا في اليومين الفاتت وفي الأيام الفاتت بقى الكلام المنتشر على الفيسبوك حكومة كردفان حكومة كردفان حكومة بردفان حكومة شنو الوقت كله. طيب أول حاجة خلاص، أول حاجة الكلام ده له يومين ثلاثة أربعة وطبعا له فترة كان، لكن في اليومين ديل بالذات. طيب الكلام ده له مغزى واضح جدا جدا كويس، الكلام ده فيه انه الان ناس كردفان او ناس غرب السودان هم المسيطرين على السلطه، ده المفهوم اللي دايرين يوصلوه الان للناس، خلاص اليوم بيخاطبوا اللاواعي، اليوم بيجيبوا لك كادر يكتب الموضوع ده ويكتب لك في النهايه كردفان يا احبك يا، يخطها في النهايه كده عشان يمرق نفسه من الدائره بتاعت انه، الكلام ده داير يركب في عقول الناس في العقل الباطن انه الان السيطره على الحكومه او على المقاليد هي من ابناء كردفان، الكلام ده ما يعني ما كلام صدفة، ده عديل عنده غرف بتدرسه، عنده ناس مختصين عاملوهم يقولوا كده ما تقولوا كده، الكلام ده خطير جدا وكبير جدا، الكلام ده دارين يوصلوا. طيب نفس الألسن اللي بتتكلم بالكلام ده، السؤال وين كانت الألسن دي وقت السودان كله بيتم اختزاله في قبيلتين وثلاثة؟ خلاص؟ وقت كان العنصري اللي اسمه محمد موسى ده اللي يستخدم كبيدق في الكوميديا ده لما كان بيذكر قبيلتين وثلاثة فقط في النكات وبيستثني كل قبائل السودان، ليه وين كانت الأصوات الناعقة دي؟ الأصوات الآن اللي بتقول كردفان، النكات بتاعت السودان دي عمرها ما نطت قبيلتين أو ثلاثة أو أربعة، معروفة قبائل كلها من اتجاه واحد، نحن بنحترم القبيلة ولكن لا نحترم القبلية، ونحترم العنصر ولكن لا نحترم العنصرية، ونحترم الجهة ولكن لا نحترم الجهوية، نحن
بنحترم خلاص اي منطقه في السودان واي اعراق واي اجناس، وربنا قال شعوب وقبائل، ما قبيله واحده ولا شعب، شعوب خلاص، تعارف الامم وانفتاح وتعامل مجتمع، كلام طويل. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال الكلام ده، لكن قال شنو؟ لتعارفوا، ما لتكارهوا ولا لتباغضوا. طيب الاصوات الان اللي بتقول كردفان استلمت دي، خلاص الاصوات الان، رغم انه لا الاصم من كردفان ولا شاف كردفان، ما معناه قرا فيها ولا عاش فيها سنتين خلاص دارين يكذبوا على الناس، خلاص ولا الدقير، الدقير اصله ما من كردفان البتة، خلاص ابراهيم الشيخ اصله ما من كردفان البتة، عشان ما يجي يخطوا لك زول في حته معينه يجي يقول لك لا نحن ما داك بلاش لعب، خلاص في النهاية أي زول معروف، أنا إحنا ما دارين العنصرية تتحرك، لكن دارين الحلول يا زول، هيك دقيقة هنا ده يا زول، دارين الحلول، خلاص الحلول، السودان ده ضاق عنصرية، إذا الناس قاعدة تملس كده، خلاص وتقول والله يا أخي خلاص ده زمن مشى، الزمن ما مشى يا زول، هيك ما مشى. اختيار وفد الحرية والتغيير كان من اتجاه واحد، ما تقعد تقول لي اختيار الكنداك جلعنا من اتجاه واحد، حتى أبطال الجيش بطلين ولا ثلاثة لأنهم من حلة متقاربة أو لأنهم من اتجاه واحد، حتى أبطال الجيش، أبطال الجيش في القام وقفوا مع المتظاهرين في القيادة العامة، فيهم من الشرق وفيهم من الوسط وفيهم من الغرب، تم مسح أدوار ديل كلهم وتم تلميع ضباط معينين، خلاص الضباط المعينين دول هم اشتغلوا، هم اتحركوا، هم اتكلموا، خلاص هم وقفوا موقف للتاريخ، لكن في ناس عملوا زيهم واكثر منهم، وين الحق بتاعهم؟ زي حتى في شهداء فضل الاعتصام يجيب لك الا الصور بتاعت زول من اتجاه معين، ده كله كلام فارغ، يا زول قلت لك الحركات المسلحه دي وقت كانت بتكفل خلاص على قبيله واحده ولا على قبيلتين ولا على سبعه، نحن كنا بنعترض على الكلام ده، الان ما نعترض على الحريه والتغيير؟ يا زول جنيت؟ يعني هسه الحل لو جابوا شفت اهل احمد الطي ديل خدتهم بالحكومه، احمد الطي حيكون رايه انه يقول دي عنصريه، ليه؟ لانه ده رايه ما حيتغير، كويس؟ ما عشان ضد مع اتجاه ولا عشان عشان يمشي يروي كلامك زي ما هو داير، لا دي حقيقه، خلاص؟ كردفان دي اسير هواك دي فوق مجويز، خلاص؟ ومقتول هواك يا كردفان، وشوف القليب نابع حنان، انا شخصيا عشت سنه في كردفان في الابيض في حي الصحافه مربع اثنين، خلاص جنب سوق الصالحين اتذكر، خلاص كردفان رغم اني كنت صغير لكن ظللت امشي لها، خلاص لكن كردفان اللي بيتكلموا عنها نمشي نشوف حجم التنميه اللي فيها، ما يغرك الكلام والجوطه بتاع ما بعرف لك احمد هارون وما عارف لك نهضه طريق مستشفى ولا شنو مويه طريق مستشفى والنهضه خيار الشعب، وما ما يغرك الكلام ده، احمد ما هارون ضرب بهم ميزانيه كبيره وحجم التعميرات اللي حصلت دي ولا 2%، ده كلام فارغ ساكت جاي يغش بيه الناس وقاعدين وقاعدين، ليه الالسن دي الان اتكلمت؟ ليه الالسن دي ذاتها اللي بتقول لك الحكومه دي من كردفان؟ خلاص؟ ليه الالسن دي كانت ساكته وقت عمر البشير بحكم قبيلتين وثلاثة لما كان السودان ده بيدار من حلة واحدة بيجتمعوا فيها سبعة ثمانية بكراسي بيقولوا للبشير تعمل واحد اثنين ثلاثة نحن عارفين بنقول لك كده نحن أهلك ونحن 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 خلاص ليه الألسن دي كانت ما تكلمت الوقت ده الناس دي تكلمت عن إنه الدعم السريع إنه فيه ما عارف لك قبيلتين ثلاثة هم المتحكمات لكن نفس الألسن دي ساكتة وقت المناصب لما معروف مدير جهاز الأمن ده من وين معروف ولا فيها لفتة كده ولا كده لو مسكت محمد عطا لو مسكت صلاح قوش لو مسكت الاسماء اللي مرت على تاريخ لو الهادي بشرى كل الاسماء دي خلاص حتى جلال الدين الشيخ لو مسكت اللي هو نائب مدير لو مسكت الاسماء دي بتلقاها كلها من اتجاه واحد طيب احنا الكلام ده هسه دايرين نيو الكلام ده ما داير انه يستمر خلاص الكلام ده لا يتحول لاتجاه ثاني ولا بل دوله قوميه او سودان واحد سودان وطن يشمل الجميع بدون اقصاء لاتجاه بدون خلاص يعني ما في داعي الناس تقعد تمثل على بعض في السودان زي اخواننا المصريين دوله مصر في الرياضة لما دايرة تلعب مع فريق تاني أو في الرياضة لما دايرة تلعب مع دولة تانية تلقى الإعلام المصري بتعالى كده وبيستهتر على باقي الدول ودائما وأبدا ما بيقبل إنه يخسر حتى لما جه خسر هنا في السودان من الجزائر المنتخب المصري قاموا ألفوا الكذبة بتاعت قال اعتدينا عليهم ودقيناهم خلاص وما بعرف ليك الكذبة التاريخية اللي كان حصلت خلاص يا أحمد فؤاد الله لا بارك فيك البتة خلاص تمشي تكذب كده في الشعب السوداني رغم إنه في يوم من الأيام على أي حال طيب الكلام ده حصل كثير من الناس بيعتقدوا نفسهم انهم ليهم الفضل في السودان وهم اللي يقودوا السودان ولا ما دايرين ولا يطلعوا الزول الجاي ده كعب ولا يطلعوا خلاص الوقت اللي بيقولوا الكلام ده انا دايرك لما تقوم تنقد تكون عادل خلاص تكون عادل في النقد بتاعك يعني لما تنقد تقول والله الدعم ده فيه قبيله قبيلتين دايرك بنفس الصوره تقول جهاز الامن كان فيه قبيله قبيلتين
خلاص ما تقول لي دي عنصرية يا زول. الطبطبة والغطغطة والدسديس دي زمان انتهى، دي حقائق لو ما طلعت الشعب السوداني ده كله قاعد في الوطن. وقال تتعالج القضايا دي كيف؟ وتحركوا فيها المثقفين والمتعلمين والقادة والافاتارات، وبالله العظيم تولع مشكلة كل دقيقتين. والكلام اللي حصل في بورسودان اتكلمنا عن انه معروفة انها حكومة الانغاز، في طوال حقبتها كانت بتدعم العنصر العربي على العنصر الافريقي، دي حقيقة لازم تتقال. كانوا بيدعموا اهلنا البقاره ديل على اهلنا الزغاوه والفور والجماعه ديل، الكلام ده كان قاعد يحصل في السنوات اللي فاتت، ودعمت يوم من الايام، خلاص دعمت خلاص قبائل كثيره في السودان عربيه وغير عربيه على غير عربيه، الكلام ده كان عنصريه من البشير ومن الحكومه ومن زفت الحركه الاسلاميه، لكن بالمقابل كمان بالمقابل خلاص اصبحت الجهات اللي اتظلمت طوال الحقب اللي فاتت دي والاتجاهات اللي اتهمشت طوال الوقت ده. خلاص يا اخي الليل انا اديك مثل بسيط، خلاص دارفور 5 ولايات، جنوب كردفان 3 ولايات، ديل 8 ولايات، يا اخي المستوى بتاع الكهرباء خلاص اللي بيجيهم من كهرباء السودان 6%، 6% بالله يشوف الظلم ده، خلاص 6% كويس النسبه البسيطه دي. خلاص لو مسكت الليل النيل الازرق، النيل الازرق، وشفت المعاكسات اللي بتتخطى حتى لفاكهتهم عشان توصل الخرطوم، ولا شفت مستشفياتهم عامله بيات مستوى، ولا حياتهم ماشيه بيات صوره، الشريط الشرقي كله شرق السودان، والشريط الغربي كله، حتى الشمال لما تمشي، الشمال بتلقى فيه التهميش حصل، في ظلم في الشمال حصل، لكن ما بتقارن الظلم ده، خلاص بالظلم اللي فيه قصف بالطائرات، الظلم ده لو كان في الشمال لا قدر الله وحصل الموت لا قدر الله، الله يطول اعمار الجميع بالخير والمحبه، لكن لو كان حصل لكان راينا وقفنا ايضا نفس الوقفه، خلاص دي حقيقه يجب انها تقال. الكلام اللي بيتقال الان في الجروبات وبتنشر كمقالات الان وما عارف ليك، ويقول لك قال الحكومه الجادي من كردفان والحكومه الجادي ما عارف ليك كلها من كردفان، انتوا كنتوا وين وقت وفد الحريه والتغيير بيختار وفد كامل من اتجاه واحد في السودان؟ خلاص ليه مالكم خليتونا نلعلع برانا الوقت ده؟ ما كان تجوا تقيفوا معانا في الحر وتقولوا كلامكم كان صح، او تجوا براكم تقولوا راينا انه وفد الحريه والتغيير من اتجاه واحد في السودان، الوفد المفاوض كله خلاص من اتجاه واحد في السودان، الا في النهايه دخلوا له من الوسط لحقوا ابراهيم اللامين، يا الله يا الله، خلاص رغم انه محسوب على المركز، خلاص الوكيل داك ما قلتوا انه والله الكلام ده صح، ولا قلتوا والله يا اخي انه الهناي، الان فجاه كده بس فتحتوا لقيتوا انه الحكومه دي كلها من كردفان؟ فجأة كده أنا بتكلم عن الناس اللي بتثير المشاكل دي، يا زول نحن قاعدين بالمرصاد، خلاص بعد ده العنصرة والكلام الفارق والعنطزة على إنسان الهامش، بعد ده يجب إنها تقيف، ويا شباب الهامش اتحدوا، ويا شباب السودان جميعا اتحدوا، خلاص الناس تتوحد وتعرف الخصم بتاعها، خلاص الآن كل هامش السودان الآن يعاني من نخبة المركز اللي بتظل تهاجمه، لما يقولوا حقوقهم، لما أنا أقول الليلة أهلنا في منطقة بليلة، منطقة بليلة البترول بتاعهم بيطلع بيوعدوهم ب 2%، 2% البترول ده حقكم انتوا، خلاص بعد كل البترول بيمشي حتات ثانية ما بجيبهم، خلاص وما بدهم حتى ال 2% ولا جزء منها، وبيحرصوا على انه يشغلوا الناس في البترول ده ذاته من اتجاه واحد في السودان، يا زول ده الظلم حاصل لي ولاهلي ولاهل الكتار في السودان ده، يا زول ما يقولوا كيف يعني؟ انت كان بتخاف من حقوق اهلك؟ انا ما بخاف يا زول، انت كان بتخاف من هامش السودان؟ كان بتخاف من انه الناس يردموك؟ تبقى انت ضعيف ذاتك يا اخي، تبقى ما قايد يا زول، قول الحقيقه ان شاء الله يسقوك السم، قول الحقيقه يا زول ما تخاف ما تتراجع، الظلم اللي حصل في المركب في الهامش ده خلاص، الظلم اللي حصل من ضرب بالطيارات ومن براميل متفجره، كان المفترض الامم المتحده ان شاء الله شفتك انت زوي شنو ذاك توقف الصراع، لكن ما في طرف خارجي بيحل لك الصراع، لا تقول لي ابي احمد ولا ابي محمد، ما في زول في الدنيا دي بيحل لك الصراع بتاعك، الصراع ده ما حليته داخليا ما بيتحلى، وبعدين لما يحلوا يحلوا لك زول مستعمر ارضك، خلاص مستعمر ارضك، زول لما كان جو ناس من اثيوبيا قلت حموا الشريط بتاع البحر العرب هناك مع منطقه تبيي بين هنا القبائل البقاره وبين الجنوبيين، الوقت ذاك هاجت الهائجه وقلت قال الناس كتار قالوا الحبش ما بيحمونا، قال خلاص كانه الحبش مكان للاستهتار، كانهم ما بشر او كانهم ما عندهم حقوق، ده كلام كله فارغ. الان يا اخواننا القاعد يحصل كالاتي، اي زول من الهامش او اي زول من مناطق الحرب يتكلم قاعدين يتهموه يقول ليه عنصري، اي زول الان خلاص من مناطق دارفور الخمسه او ولايات جنوب كردفان الثلاثه او من النيل الازرق يتكلم
الرد مباشرة بيكون عليه انت عنصري. لو قال انا حاصل لي عنصرية في بلدي في واحد اثنين ثلاثة بيهاجموه بسلاح مضاد اسمه يهاجمك يقول لك انت عنصري، انت مريض، انت يا زول مريض وعنصري. الزول اللي اتعنصر على الناس، ما الزول اللي قال انا داير حقي. طيب هسه على الان الناس بقت تقول داير حقها ولو بالسلاح. طيب الكلام ده عشان يتحلى، يتحلى لازم الناس تقعد مع السودان كله، لازم الحكم اللي بيحصل ما يكون من اتجاه البتة، لازم يكون دولة قومية، لازم يكون وطن رشيد، لازم يكون دولة تمشي لقدام. لما تهاجم على اقل تقدير حميتي، ما تهاجمه لانه من غرب السودان، ما تهاجمه لانه من دارفور، ما تهاجمه لانه بتشوف الناس ديل مصير وما يحكم السودان. دي حقائق جد جد عليك الله ما تقعد نقعد ندسدس ونقعد نغطغط لمتين. اي زول فينا بيكتب بس غطغط او دسدس زمان انتهى خلاص، او زمن الغطغطة والدسديس زمن انتهى خلاص. الكلمة دي اللي بتتقال تعالوا نطبقها فعلا خلاص. لما انت حارب زول في المعارضة ولا في الحكومة ما تحاربه عشان عنصره. انا ما الليلة احارب عبد الوهاب جميل خلاص لانه هو من بني عامر، ولا اجي احارب عبد الفتاح عزيز لانه من المساليت، ولا اجي احاربه على غلطه خلاص. العدالة كده نحن نفيناه. لما انت هاجم زول تقول ليه تشادي، لما انت تقول لها تشادي وهو سوداني زيك خلاص، هاجمه على غلطه السواو. امشي شوفه غلط سوا شنو، تعال قول له انت غلطان في واحد اثنين ثلاثة. لكن تهاجمه تقول لها تشادي وتقول له ناس الحرية والتغيير ناس من هناك كثير، العنصرية والكراهية، ويصفوا الناس الجايين من هامش السودان ومن غرب السودان بانهم هم ناس مرتزقة وناس تشاديين. دي الحقائق اللي يجب انها تتقال، دي الحقائق اللي يجب انها تتقال. معروف القبائل اللي كان ما بتدخل الكلية الحربية، القبائل اللي كان ما بتدخل، معروف انه قبيلة اخواننا الزغاوة كانت ممنوعة من عهد نميري ما يدخلوا الكلية الحربية بأي حال من الأحوال، معروف الكلام ده. زي ما في يوم من الأيام اتقفلت في وش الحلفاويين عشان نكون احنا ناس منصفين وناس منطقيين. ده الكلام اللي قاعد يحصل في السودان خلاص. الزول اللي يجي ما من المركز خلاص الهجوم عليه والشتايم عليه. قبل اليوم عبد الله بيك خليل كانوا الناس بيقول لها حكومة العب خلاص. دي حقائق يسألوا منها الجدود ويسألوا منها السياسيين القدام، دي حقائق يجب انها تتقال. حكومة عبد الله بيك خليل قبل اليوم شاكلوه حاربوه عنصريا خلاص. دي حقائق انها المفترض الناس تقولها، الناس تصحح خلاص. الناس دي قبل اليوم الدولة المهدية عبد الله التعايشي الخليفة عبد الله التعايشي لما تمت محاربته عنصريا قالوا المهدي ده من اتجاه واحد تاني، والله ما يجي زول الا من الاتجاه ده بس يغود الطريقة، يجينا زول من الاتجاه الفلاني. وحاربوا الخليفة عبد الله التعايشي وحصلت فيها مشاكل كثيرة، حصلت فيها مشاكل، والكلام ده حيتحور، والكلام ده هسه حيشكلوا علينا بيه حملة قوية لانه شايفينه من المواضيع ما يتناقشوا فيها الناس. الخليفة عبد الله التعايشي جا قام عالج الكلام ده بقتلي وبإبادة، أنا أول الناس أتبرأ منها خلاص، بقتلي وبإبادة أو عمل تصرفات خلت الكل يقول له يا أخي ده خطأ منك خلاص. يعني هو في البداية اتظلم عبد الله التعايشي بالعنصرية خلاص، اتعنصروا عليه، في النهاية قام جردها بالقتل. لا نحن ما معك في القتل يا أخي، يا ريتك لو كان أقيمتها بالعدل. ومنذ ذلك الزمان توارث الجيل الحالي أو الجيل الأقل من 29 عمرنا ده وأصغر كثير منهم ما بكون عارف إنه زمان اللي كان حاصل، ما بكون عارف الحاصل شنو. دي حقائق يجب انها تتقال، دي الحاجات اللي حصلت فيها ثورة، دي الحاجات اللي حصلت فيها خلاص. كل ما مشينا لقدام لو ما رجعنا لتاريخنا ورا الغلط كان شنو والمعالجات تمت شنو. نحن ما ازمة الهوية للان السودان يا اخي بجاي وبجاي خلاص، للان السودان ما عارف يمشي وين. ناس يقولوا اطلعوا العرب ديل ما منهم فايدة خلونا نمرق منهم خلاص، ذاك يقول لي تعالوا الافارقة. يا اخي لا العرب لا الافارقة، نحن سودانيين يا اخي بلاش جن معاك يا اخي خلاص. الافارقة اللي بتقولهم ولا العرب بتقولهم، العرب ركلوا السودان بدري، والافارقه يا هم بيشوفوا فيك البشير ده بكتل فيك 30 سنه ما كان عندهم تحرك معاك، ولا كان ما يقعد يغشك يا احمد بنطتين انت خلاص دار تصدق الكلام. قاعدين يتفرجوا فينا زمانهم ده كله، الاتحاد الافريقي او ده عمر البشير دارين يقبضوه في جنوب افريقيا خلاص، في جنوب افريقيا الاتحاد الافريقي مرقوا منا يا اخي، انقذوا منا يا اخي خلاص. ديل يوم ديل نفس الحكايه خلاص بشكل كبير. الرشاوي وبيع الذمه قاعد يحصل على مستوى الاتحاد الافريقي خلاص، حتى على مستوى كره القدم. الكاف خلاص، الكاف امشي راجع عليك الله وقارنه بباقي الدول، هل شوف عليك الله الكاف ده ماشي صح؟ شوف انا معاك ليه قضيه محمد بن همام وليه قضيه الاتحاد الاسيوي والاتحاد في فساد، لكن تعال شوف الفساد اللي اذكم الانوف اللي يضيع حقوق المنتخبات والانديه والدول ويأجج صراع الجماهير وغيره. احنا دايرين نكون واقعيين، السودان ده عشان يتبني من جديد انت اول حاجه اي زول عشان يتبني من جديد اسحب لغب اي قبيله من 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 صفحتك في الفيس خلاص، ووري التعليقات اي زول يعلق لي قبليه
ده ما زولي بلوك برا، خلاص وجه الناس بكده، ابدا عدل في كلامك، خلاص امشي في الشارع، خلاص خلقناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، خلاص الناس ما مشكله القبيله للتعارف الاجتماعي، لكن ليست لتقييم الانسان، ليست لتقييم الانسان، الجنوب ده ما في عنصريه مورست عليهم طوال السنوات الفاتت، حتى قال غازي سليمان في اخر ايامه، الله يرحمه قبل ما يموت بفتره بسيطه، قال انه عليه الطلاق، خلاص جنه يحلف طلاق لو نتذكر، خلاص قال عليه يا جماعه انا بنبه الشباب شير للفيديو، الشير اسفل الشاشه على يدك اليمين تحت، الزول ممكن يشاركوا في 15 مجموعات ويكون بيحضر عادي في اللايف، خلاص وفي صفحته، يا ريت الناس معلش يا جماعه عندي مشكله بتاعت شد كده بيحصل في الرقبه ومع الانفعال وغايته مصران، والله يدي العافيه، خلاص اللي بيقول لنا خليك تلك نقول له يا اخي الله يطول عمرك انت، خلاص الله يحييكم جميعا، على اي حال الجنوبيين في يوم من الايام اتظلموا جدا وتحاصروا وتحاربوا، في النهايه كان نتيجه الكلام ده شنو؟ في النهايه نتيجته كانت الانفصال، خلاص دارفور بنفس الصوره مورست عليها العنصريه، وجنوب كردفان مورست عليها العنصريه، خلاص والنيل الازرق وكله الى يا جماعه هاي الكلام ده ما بقدم لنا بلد ولا بيرفع لنا وطن، خلاص الكلام ده كله عباره عن صراع، صراع عرقي من قديم، خلاص لما نتكلم البرهان انا بحاكمك باقوال ناسك ذاتهم وانا بحاربك كويس بحاكمك باقوال الناس اللي بتقول الكلام ده من الفئه برهان الكلمه الحق الوحيده اللي قالها خلاص قالها قبل يوم 30 يونيو قال انتهى عهد دوله الجلابه ده ما كلام قلته انا شخصيا الكلام ده قاله البرهان على العدسات خلاص الكلام ده بيتقال بمعنى انه بعد تاني ما في نخبه معينه تقعد تحكم السودان بعد كل السودان وتم ردم برهان فيه جدا كثير من الناس اللي كانوا ناس محاكمين رفضوا الكلام ده وزعلوا جدا خلاص وبقى النداء عنصري خلاص حتى كان في نداء بانه يوم 30 يونيو ده خلاص يا جلابه يا تلحقوا نفسكم يا البلد غرقت خلاص واستلموها منكم التشاديين والنقط نقط نقط خلاص كان الكلام العنصري ده بيتقال كان الكلام العنصري ده قاعد يتقال خلاص وتقال وجابوا ناس من برا السودان خلاص قال لهم تعالوا احموا اتجاهكم خلاص الكلام ده كله حصل ان احنا بنصم عيوننا منه ما بنشوفه مالنا خلاص ان احنا بنقعد نشوف الا بس الكلام اللي انت ما تاخذ من كل الاتجاهات شوف الصح وين والغلط وين طيب اجي زول يقول لي احمد الحل شنو الحل الوطنيه يا زول الحل القوميه الحل كلنا نتدسر بالدسار القومي المفترض الناس تذكر روح الوطن لكن الجروح دي عشان تتفتح لابد من انها تتنظف الجرح عشان انت تكفي تقدر خلاص تكفي له نظف الجرح لانه بكره ممكن يقطع عليك اليد خلاص لانه جرح الجنوب ما تمت نظافته خلاص اتعملت فيه حاجه مفخخه بعد شويه قطعت لنا جنوب السودان من الوطن وقطعت لنا الجنوب خلاص من السودان كويس الكلام ده بنفسه ممكن يمشي خلاص على دارفور على جنوب كردفان على الجزيره على الشرق خلاص الان الناس ما قد الان اسلحه ما زالت الان اسلحه تدخل لوين؟ تدخل للاحياء المتناحره، الاحياء المتناحره في بور السودان، خلاص بور السودان كارثه، بور السودان مصيبه حاصله فيها، الناس لسه كثير من الناس ما تعاملت معاه بوعي مجتمعي ولا سياسي، يقول لك قال دي مشكله بس بين قبيلتين، يا زول دي ماشيه صراع عربي وغير عربي، يا زول ده زي الصراع اللي نشا في دارفور، خلاص العرب ضد الغير عرب، ده الكلام اللي قاعد يحصل، خلاص الان في مكونات عربيه بقت تنضاف للمكونات العربيه اللي هناك، ومكونات افريقيا بقت تنضاف للمكونات الافريقيه اللي هناك، الكلام ده ماشي على حرب والكلام البيان اللي طلع امبارح من الحركه الشعبيه، خلاص البيان اللي طلع كان فيه واضح جدا زعل على انه شايفين جزء من اهلهم اللي هناك تم التعامل معه بشكل عنصري، طيب السودان بيجوا ناس بيشيلوا سلاح عشان الكلام ده، يجي يقول لك قال انت احمد ضي كده بتأجج، يا زول أجج شنو انت جنيت انت داري غطغطوا الكلام ده لمتين، ما كل ما قعدنا غطغطنا فيه كل ما بيظهر على السطح، قدر ما تجدع لتحت قدر ما بيجي هنا معقوله يا اخي عليك الا نكون واقعيين شويه، بعدين يا اخي اللي بيخجل بيخاف على مكانته وبيخاف على لانه يتكلم في الظلم اسكت ساي اللي بيخاف من الردم خليه يقعد كده ان شاء الله تبع تب عليه يوم القيامه لكن والله ما تعودنا كده ولا قمنا كده الحمد لله رب العالمين لجهاز الامن ده باعتقالاته ودقوا لينا وتخويفه وغيره ما قدر يخوفنا ما نقول راينا بنقول راينا لغايه ما الحمد لله رب العالمين خلاص لغايه ما وصلنا صوتنا بالطريقه الدايرين احنا ما بالطريقه الدايره زول والان انا ناشط مستقل ما زلت اقول وبقول رايي زي ما انا شايف الكلام اللي بيتقال الان عن كردفان كردفان في الجروبات وفي غير والتحية للصحفية برضو أمل كردفاني الأمل الكردفاني من الصحفيات القلائل ومن الناس القلائل اللي قاعدين ينقلوا الحقيقة زي ما هي هل بينقلوا الحقيقة زي ما هي عشان نكون منطقيين أيضا خلاص هل بيحصل الآن وحتى التحقيق اللي أجرته أمل هباني في قصة إنه ده عمر البشير ولا ده ما عمر البشير في الصحيفة
كويس أوي في المقال بتاعه، انا بالنسبه لي كان منطقي بشكل كبير حتى لو ما صح، لكن كلام اللي قالته حتى من انها درست في علم قراءه الوجوه تغير برسنولوجي، ودرست ايضا في انه ما عارف ما بين العينين لا يتغير، واو واو كلام كثير. اعتذر، بعاني من انفلونزا ونهاية تقيل جدا. فالتحيه لامل هباني، مش امل زول، لا 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 لا، امل هباني دي من غايدين خطوط العنصريه، في يوم من الايام وقفت معها، لكن بعد ما تبين لي انه موقفها يعني ضد الناس بقبائلهم وباتجاهاتهم، مش كده قلت لكم الحريه والتغيير جزء كثير من قياداتهم متضامن مع جزء من الكيزان، لانه بيقولوا مصلحتنا كاهل، خلاص مصلحتنا كاهل ما يجينا الاتجاه المعين يحكم، الكلام ده الحاصل، خلاص. فانا بقى شنو، معلش يا استاذ كردوفاني، على اي حال الكلام كثير، النقطه دي عشان نحن نقولها وعشان نتكلم فيها بوضوح، خلاص ده ما بيعني انه امل هباني ما تعرضت لاعتقالات او ما كانت مناضله ولا 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 ولا، لكن عموما طفحت العنصريه في الوقت الاخير، عموما نحن دايرين وطن واحد، وطن موحد، خلاص زي الاسم منو كده ما بعرف لك طارق ولا اسمه شنو ده، الجاد انه في هنا الماشي بالسياسه الغطريه بدون ما يعي الكثير ده، قال حمايتي ظاهره لا علاقه لها بالسودان ولا على، طيب لا علاقه لها بالسودان، انت كده ما عنصري يا مجرم، انت كده ما عنصري، هل بأيدك ذاته كده ما دخل معاك في العنصرية، انت بتقول هسا انا ما بقدر اقول لك البرهان ما عنده علاقة بالسودان، ولا بقدر اقول لك يا اخي فلان من الحرية والتغيير ولا فلان من ما بقدر، انا ما عندي الصك الوطني خليني انا اشيل اي صك اقول لي ده سوداني وما سوداني، انت البقاك سوداني منو يا طارق وبقى الزول ده ما سوداني، انا داير اعرف انت لو داير تنتقد ما تنتقد حميتي في اخطائه، بتنتقده في قبيلته في اتجاهه مالك، ليه داير ترسخ في رؤوس الشباب ديل بانه الاتجاه ده جايب للسودان المشاكل، خلاص ليه ما تكون حقاني وما تكون عادل، عشان كده قاعد اقول حتى في نقدنا خلاص قاعد تنتفي العداله، حتى في النقد حق أنا قاعد تنتفي العداله، العداله ما قاعده تكون موجوده، وانما الاجنده الخفيه وتمرير الاجنده باستغباء الجمهور، بانه يا اخي الجمهور ده غشوه بواحد اثنين ثلاثه، اشغلوه بانه جاي في الحفل ده فلان وفلان وفلان، خلوه ما يركز ذاته في الحفل ده، ام الشهيد عبد السلام كيشه خلاص تدخل ولا ما تدخل، ما يركز ذاته على انه الحكومة الجاية دي هل الوثيقة دي صحيح ولا حصل فيها تزوير ولخبطة، خلاص يخلوا الكلام ده، والكلام ده خطير، كردفان الظلم اللي تعرضت له، أنا قبل اليوم في لايفات اتكلمت مخصصة عن الجزيرة، واتكلمت مخصصة عن نهر النيل، اتكلمت قبل اليوم عن الظلم اللي حصل في الشرق، عن الظلم، ولايات كثيرة اتكلمنا عنها رياضيا وسياسيا، خلاص واجتماعيا، كويس؟ لكن الآن ما يحصل، لما الناس دي خلاص لما الناس بيقولوا قال دي العرب ما بعرف ليك يستهتروا بها في الجروبات، ناس من الجزيره يقول لك ده العرب نقط نقط، ده كلام فارغ واستخفاف بالناس، ليه الظلم ده والطغيان والتجبر ده؟ خلاص يجوا يضحكوا لك في ديل وده قبيله ده وده قبيله ده، خلاص الكلام ده كله الناس دي كانت وين من الكلام اللي كان قاعد يحصل ده؟ خلاص لما الليله الليله زول يجي من منطقه ظهروه في النكات، خلاص في النكات على انه لا عنده علاقه بدين ولا بايمان ولا باسلام. مع عدد كبير من الاخوان الحلفاويين كانوا متضررين من النكات اللي بتتقال في حقهم دي، ما كانوا بيقولوا انه دي طلعتنا احنا ما هنا وما الكلام يا جماعه هوي عليكم الله، الناس لما تنقد تنقد بمنطق، خلاص ولما ننقد ننقد بمنطق، انا شخصيا لما انقد ما بنقد على اساس، ولو الليله تكون المجلس السيادي ده بالشكل ده كله من كردفان كان حيكون ده رايي، ولو من بيتنا لو من بيتنا شفت جابوا الحاج والحاج ودي كلهم جابوهم انا بكون ده رايي، خلاص العنصريه عنصريه ما لكن السودان ده ظلت سياسه تحكمه من سنه 54 وهي طبعا من عهد بعد وفاه التعايشي، ولكن لو حكمناها في الامد الغريب من 54 انه اللي تجندوا للقوات المسلحه كجنود من حضره صول لجندي يكونوا من اتجاه واحد في السودان، خلاص ديل اللي يمشي يقاتلوا ويمشي يموتوا، ولما يتدربوا الناس في الكليه الحربيه وكليه الشرطه لازم الضباط يكونوا من اتجاه واحد، لازم الجمارك يتوزعوا عليها ناس من اتجاه واحد، ولازم ولازم البقية نجيبهم ده يكونوا تمتامة عدد ما أكتر من كده، خلاص لازم الناس دي تتذكر الوقت اللي فيه كل مؤسسات الدائرة تدخلها، معروفة انه قبل اليوم عوض احمد الجاز خط وزارة النفط معروفة كانت لاهله، دي كلها عنصرية كانت بتحصل في السودان، واحد بيجي يقول لي ده كله انتهى، والله العظيم ما انتهى، والله العظيم ما انتهى، والله العظيم ما انتهى، خلاص والله ما انتهى، وفد الحرية والتغيير بيتكون من اتجاه واحد، والله ما انتهى، وانه لسه في حملات ضد الناس في كردفان على انه زول زولين من ناسهم جابوهم خلاص في الحكومة، خلاص دي حملة على كردفان، بلاش لعب، خلاص دي حملة
الناس اللي قاعد تنقل قد يكون جزء ما بيقصد الكلام ده، انا بتكلم على اللي بيكتب مثل هذه المنشورات. ونحن لما نحقق يجي زول يقول لك قال ما صح تحققه وما كان تقوله، ما عندنا اي غرض من الكلام ده ولا عندي اي هدف، لكن اي زول يقول كلام عنصري يتكلم معه بشكل واضح. وانا احمد الضي هل بيجي اقول لك دي عنصريه؟ انا ما عنصري، عنصري الزول اللي قال الكلام، عنصري الزول الوضع اسم القبيله في الجواز خلاص، او في البطاقه او في الرقم او في غيره، ده كله كلام مر على تاريخ السودان. على اي حال الكلام ده للان شغال، للان شغال خلاص، حتى على مستوى الكلام ده احنا عشان نخلص منه داير وعي كبير وداير شغل كتير. وتاني للمره المليون ما في زول لا في السودان لا بر السودان بيقدر يطلع الليله قوات الدعم السريع ديل ما سودانيين، او بيقدر يطلع حميتي ده ما سوداني. الكلام ده لو قاله في الجيش حيكون ده موقفي نفس الشيء، حارود نفس الرده، حقول ما في زول بيقدر يمرق قلبي. يا اخ عمر البشير ده احنا حصل طلعناه ما سوداني، يا اخ عمر البشير ده انا ما حصل يوم من الايام قلت لي انت ما سوداني، يا اخي بنتقده بدقني امني ده لم امنه ده لما يعني تطلع، يوم ما جيت قلت له انت ما سوداني، يا زول دي ما ثقافتنا يا زول، يا زول ما قاعدين نطلع، ما انا قاعد نطلع زول يا زول نقول له انت ما سوداني وانت جن، خليه لما قاعد انقد البشير كنت بنقده على ظلمه وعلى طغيانه وعلى عنصريته وعلى تجبره خلاص. ما تجي تمسك لي حميتي تقول لي ده ما سوداني وما شنو ما شنو، ما بتقدر كذاب، كان قلت شنو ده ما بتقدر تطلع وما سوداني وما بتقدر، لكن تعال قول غلطان في واحد اثنين ثلاثة عشان النقد يبقى موضوعي، عشان ما الكلام خم خم بتاع الناس ساكت خلاص، عشان ما يكون خم 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 في الوقت التطلع فيه خلاص. بعض الناس الان هل بيطلعوا فيه حميتي تشادي والدعم السريع ديل هم الفض الاعتصام، وبيصروا على النقطة دي، بيصروا عليها حتى في الفيديوهات، عساكر الدعم السريع كانوا شايلين العصايات خلاص، كانوا شايلين العصايات وماشيين كويس، هل كانوا بيضربوا في الناس؟ ناس جهاز الامن، ناس جهاز الامن، وفضل الاعتصام كان التوريط لحميتي لانه جاي من اتجاه معين في السودان لازم الناس تسور ضده وتطلعوا من الخرطوم، كان ده المخطط الحاصل. وقيادات هو الحريه والتغيير هل كانت بتعلم الحاجه دي جيدا؟ خلاص كانت بتعلم الحاجه دي جيدا. يا اخي يوم 8 رمضان قيادي بارز من قوى الحريه والتغيير اتصل علي الوقت ده يا داب بدت الجوطة على 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 تروس، كان بتذكر قيادي بارز جدا كان معانا في المعتقلات وكان معي في المعتقل، اتصل عليه اليوم ذاك يوم 8 رمضان شاهد الله خلاص، قال لي يا احمد الضي لو دايرين تتكلموا في الموضوع ده، الموضوع ده ده موضوع الحركات المسلحه دي براهية دايره تخلق الجوطه دي الان. قلت له طيب يا استاذ فلان انا العارف الان الموضوع ده موضوع بتاع انه يسحبوا الناس من الحته دي، وفي جهات ما داير الاتفاق يتم، وحسب معرفتي انا شخصيا بانه كتايب الظل متحركه في اليومين ديل بعد انتشار فيديوهات بتاعت كاكي وغيره وغيره كلام كثير، فكان رده لا دي الحركات، فانا رفضت كلامه وما ذكرته في اللايف ليه؟ لانه في زول بيوريني اقول شنو الكلام بتاعه شفته غلط كبير جدا، وعرفت انه قال لي يا اخي التصعيد ده من الحركات، ليه يكون التصعيد من الحركات؟ ممكن من كوادركم السياسيه انتوا ذاتكم خلاص. الكلام ده كان بادي من جوا الاعتصام، الناس ما كانت مركزه معاه ولا كانت كثير من الناس، انا بتكلم خلاص الشباب المرق في الوطن المرق للثوره دي شباب واعي، ممكن يكون شباب شاب لكن في خبرات سياسيه او في معلومات سياسيه ما عنده، عشان كده بيتجروه ساكت. لو رجع اي شاب الان من سنه 54 شاف السودان ده بيحكم بهذا اتجاه وبهذا طريقه، ده ما معناه الاتجاه ده غلط، لا الاتجاه ده فيه السمح وفيه الشين، فيه الغلط وفيه الصح، كامل الاحترام والتقدير، نحن نحترم قلنا الجهه وليست الجهويه، الجهويه دي لو جات من واحد فينا ما تقبلوها، لو جات منكم انتم ما بنقبلها، الكلام يكون واضح ويكون شفاف، لكن ما من الصدفه وفد كامل من الحريه والتغيير يكون من اتجاه واحد ودايرين الناس يسكتوا على الكلام ده. ولما تجي تجي حمله كردفان، كردفان هي الكردفان يا زلمه، الكردفان دي والله يقسم برب الكعبه لو عرفت فيها خلاص، وبعدين ما اي اثنين ثلاثه مشوا قروا جامعه كردفان ولا عاشوا لهم سنتين ثلاثه دايرين تلمهم على كردفان خلاص، امشوا شوفوا هنا وكل اجزاء لنا وطن، ونعم كل اجزاء السودان لنا بلد ولنا وطن، ولكن الحقيقه يجب ان تقال. اعتذر جدا زي ما قلت يمكن الانفلونزا متعبانه شويه، على اي حال الدوله الوطنيه ان شاء الله تبنى، الدوله اللي يكون فيها الاحترام والتعدد لكل اعراق السودان شمالا وشرقا وغربا ووسطا خلاص، الوقت اللي يكون كل السودان متجانس، الثوار كانوا في الميدان هكذا، الثوار كانوا في ميدان الاعتصام وفي المواكب، الزول من كل اتجاهات السودان بتحاضن وبتقالد وبيبكوا خلاص، الثوار صادقين، ولكن انا اتحدث عن قيادات
ذات الثوار يا ولدي. أنا أتكلم عن من يدس الوثائق ويزور الأوراق. أنا أتكلم عن من عاهد الشعب على أن تكون الحكومة مستقلة، ولكن جاء وخان العهد وغدر به. خلاص غدر بالعهد بأنه بيجي يجيب سياسيين عشان يغش، لأنه فهموا أنه الشباب اللي في الشارع ديل ما عارفين أي حاجة. ده فهم غادة الحرية والتغيير مهما ملسوا في الكلام. خلاص طالما أنك بتخدم أهدافهم أنت كويس، اليوم اللي ما خدمت أهدافهم أنت غلط. وأنت 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 والنبذة اللي بينبذونا بيها بقول لنا كوزي اللي بيقوموا قدام ناس قالوا بس قولوا الكلمة دي تحديدا في التعليقات. أول حاجة داير أقول لك حاجة، كوزنا دي تحديدا ما بتقدروا تثبتوها ولا تلصقوها فينا نهائي، لأنه الحمد لله وقت كنا كثير مننا يتكلم في الشارع ونطلع ونتدقى ونعتقل كان كثير من الناس لسه بقولوا كوز الواحد تلقاه خايف الوقت داك متغطي بالبطانية. خلاص كلمة كوز دي شوفوا غيرها. خلاص قلت الزول ده جنة، قلت الزول ده راح ليه والدرب في الموية. والله يا قيادة الحرية وتغيير انتوا المروحين الشعب السوداني في الموية، والله انتوا اللي بتدسوا منه الحقائق. اقسم بالله في حقائق لو عرف عنكم الشعب السوداني وعلى الكلام اللي كنتوا نفس الناس. والله والله لو عرف الشعب السوداني بعض الناس من قيادات الحرية والتغيير اللي بيقعدوا مع حميدتي وبقولوا له انت زول من القبائل العربية مالكم على القبائل الافريقية في دارفور وفي غيرها، تعالي توحد معانا نحن، لانه الهدف مرسلين به بانه خلوا الزول ده يضرب الحركات والغرب في بعضه يتدمر. الغرب ده ما وحنفس حلقات لباقي ولايات السودان كلها المتضررة، لكن الغرب غرب السودان تحديدا ما المانع ان نتحدث. ليه كل ما تكلم زول متهمينه بالعقدة؟ العقدة دي عند الزول اللي بتعنصر هناك، ما عند الزول اللي بيقول انا اتظلمتها، ما عند الزول اللي بيقول انا اتظلمتها. خلاص وبقول للشباب وسعوا نظرتكم شوية، ما تخلوا النظرة بس لانه انت وصاحبك اتنين من قبائل معينة من قبائل متفرقة اتلاقيتوا واتسالمتوا معناه كل الناس دي كده. لا اتكلم برضو، اعرفوا انه الشعب ده فيه حاجات لو ما طلعت ما حتنفع لا دولة مدنية ولا غيره ولا غيره ولا غيره. خلاص المفترض النقاط دي الناس تتناقش عنها بشكل واضح جدا جدا، والناس تتكلم عنها بشكل كبير. حتى الاغنية بتاع أسير هواجي أو أسير غزال فوق مجويز كلام غزل معسول لذيذ. خلاص ناس كردفان كويس، الغنية دي ذاتها ألف شاعر ما من كردفان ذاته، زي ما قال عبد القادر سالم هو ذاته ما من كردفان، هو من النية. خلاص هو من النية ألف الغنية دي. فده بوريك شنو؟ ده بوريك إنه السودان فيه تجانس وفيه تعدد وفيه، لكن كثير من الناس ما قبلانين بالمسألة دي. عشان السودان يمشي لقدام وعشان الوطن يتبني من جديد علينا نعرف إنه الوطن للجميع والسودان للكل، والحكاية تاني فعلا غطغطة وديسديس ما ينفع فيها، وبعد ده تحريض طرف على طرف ما ينفع. خلاص الآن تتوقف نار الحرب في كسلة بسرعة بسرعة. خلاص يا جماعة الشرك ماشي على انفجار أخطر، أنا قبل فترات حذرت في لايفات، خلاص في لايفات قلت يا جماعة الحرب جاية، الناس تعمل حسابها، مشوا ناس ما بعرف ليك ويقولوا والزول ده كطبة والزول ده داير يسوي وداير يفعل وداير يترك، لأنه اللي بيقولوا كده ديل دايرين الشعب يعيش، دايرين كثير من الناس تعيش على التخدير والسذاجة، دايرينهم كده ينوموا بالحاجة دي، خلاص عشان هم يتمكنوا من إنه يعملوا الشغل بتاعهم، عشان لما يجوا يغدروا بالشعب في حتة مستقلين، الشعب مرق عشان يجيب أحزاب. ده لعب شنو ده؟ خلاص ناشرين كوادركم في كل الجروبات والصفحات عشان تعلق لصالحكم انتوا في القرار ده، انتوا قايلين في النهايه برضو الناس ما بتفتطن للنقطه دي ولا شنو يعني؟ دي كلها الاعيب بعد ده بقت مكشوفه، وسقوط الاقنعه متواصل بشكل كبير جدا. على اي حال انا لن اطيل، والله في الجبيل اللي عملته عن العربيه، خلاص اللي عملته في العربيه، خلاص اتصل علي واحد من الشباب بيقول لي يا اخ والله العظيم انا مختلف معاك في حاجات كثيره، لكن الحاجه الغريبه كيف جاتك الجراه وطلعت باللايف في اللايف ده من العربيه وانت متهم انه ادوك عربيه؟ قلت له الواثق من نفسه بيظهر في النقع، كويس الواثق من نفسه ما بيمشي السفاره بقابل السفير الا هو مارق يصوروا صوره حتى عندك يقول والله يا نعم نحن مشينا لكده، كان بيوري الشعب من البدايه، ما بيدوه يقول له امشي وقع على 7 وانا احلف قسم، كويس احلف قسم ما 67% 50-50، والايام حتوضح الكلام ده، الايام حتوضح الكلام ده. التوقيع النهائي اللي تم في الوثيقه الحقيقيه 50-50، والله 50-50 ما 67،
كويس. لكن لما تتكلم عن حاجات في وقت الناس خايفة ولا في حاجات الناس ما عارفة بتعتبر انت مجنون. ليه؟ لانه جبت كلام غريب الناس ما قاعدين يقولوا. هو اتباع الناس اعمى ده ذاته ده الجنون بالمناسبة. اتباع تتبع الناس بس لانه قالوا هو ده الجنون الحقيقي بالمناسبة. لانه ما بخليك تصنع رأي، ولا الرأي ما يكون كذب، ولا يكون الرأي يكون حقيقة، حقيقة حاصل 50-50 ما 67%. والناس اللي بتجي تغلط يعني اليوم التعريف والكلام ده حتندموا ندم شديد جدا، حتندموا انكم هاجمتوا زول قال الكلام ده، وحتندموا على انكم صدقتوا انه الحكاية دي 67% كويس. والايام قريبة وحيوضح الكلام ده كله خلاص، والله حيوضح، والله حيوضح بالصوت والصورة والشارع الكلام ده. يا ودا قايد ولا متغير كويس. على اي حال ما كان الناس تخادع الشعب السوداني، ما كان يقولوا يا اخي احنا دايرين حكومة كفاءات مستقلة ويجوا في النهاية يحذبوها. 62 نفر رافعين لحمدوك خلاص، 62 نفر من الاحزاب اترفعت قائمتهم غير 49، اترفعت القائمة بتاعتهم، منهم اكتر من 45 محزب سياسيا. كنتوا بتغشوا الشعب وكنتوا بتخدعوه، لكن بعد ده حتى ناس الهامش الكتب تغشوا كثير من ابنائهم عشان يجوا يضربوا بعضهم ببعض، الان برضه بدوا يوعوا بنسبه كبيره جدا جدا. والمناورات بتاعت مناوي في وادي هور لها ما بعدها، وبيان الحركه الشعبيه امبارح له ما بعده، وال67 الخدع بين الناس والان بقت 50 لها ما بعدها. باذن الله ان شاء الله نواصل في حقائق كثير حتتكشف خلاص، ولكن نقول ما تحكم بانه تشوف الناس قالت خلاص، احكم بانه هل الكلام ده حاصل ولا لا، وطابقه بتجرد عالي جدا جدا. القوميه هي العنوان، الوطنيه سلام وامان. وتاني بجدد اللايف الجبيل بتاع العربيه، انا بشكر الشباب السودانيين اللي من اوروبا اللي اتصلوا قالوا يا احمد الضي اجرنا لك يا العربيه استثمار، لوحه استثمار خلاص اجرناها لك، هاك استلمها وليك التحيه. ويا اخي عليك الله الشباب اللي معاك يا هم ديل السيارات كلها الموجوده، امشوا لقدام وكونوا كيانكم الشبابي خلاص، كونوا كيانكم الشبابي. ما تشوف الهجوم المصنوع خلاص، كثير جدا من الناس داعمين فكره الشباب المستقلين، كثير جدا من الناس، لانه عارفين الاحزاب دي بدون المستقلين كتحالفات ما في فايدة وما في قيمة، لأن الوطن ما بتحكم بالصورة دي، بتحكم بالقوى الشبابية المستقلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. دي كده ممكن تبني الدولة لقدام مع مجتمع واعي ورشيد. تحية وسلاما.